فيها يا فريدة؟ مالها؟ مفيش ازاي؟ هي بس كده مشكلة مع صاحبتها في الجامعة. ايوه مشكلة ايه؟ ما تشغلش بالك بقى يا فؤاد. ما اشغلش بالي ازاي يا فريدة؟ دي زي بنتي، مش كفاية اخوها اللي احنا مش قادرين عليه؟ انا تعبانة. تسمع على خير. كبر الموضوع على الفاضي يا زين. اتقالي شويه يا زينه، اتقالي. قوم اعمل لنا لقمه ناكلها كده لغايه ما يتنايل على عينه يجي. يلا بقى احنا قاعدين نبص لبعض. هو ده اللي همك يا اخويا الطفح؟ مش خايف على الجدع احسن يكون جرى له حاجه؟ ما تتكلمني. يا بنت هيجرى له ايه؟ نعمل ايه يعني؟ نمسك طبق وناخد عربيه وننزل نقول راجل تاه يا ولاد الحلال هيجي. خلاص بقى ما تطرش النفسين اللي احنا شاربينهم. اهدى يا دول، اهدى يا اخويا. انا هعمل لك يا اخويا العشاء بنفسي. كتر خيرك يا حاج عيشه. تسلم يا اخويا. يما يا هديك الفلوس انا يما كلها. ايه شوقي مين يا ابني؟ اصحى بقى يلا. ما تصحى يا ابني، مالك فيك ايه؟ عايز ايه اللي تتشل انت؟ يا ابني مش عندنا ميعاد مع الراجل نديله الدهب وياخد منه الفلوس؟ ميعاد مع الراجل؟ يا عم الميعاد بقى بالليل. بالليل؟ صحيني ليه بس دلوقتي؟ وما قلتلاش لانه بالليل؟ اللي خليتك تصحى بدري ليه؟ اللي خليتك تصحى بدري؟ يعني جيت نضحت عليك وانت نايم وقلت لك طلعت كده انا اللي صحيتك؟ ايه اللي انت عامله ده؟ حاضر الشنطه وانت نايم؟ خايف عليها؟ ملاحظ انك جبت سيره الشنطه كتير قوي. حاضر الشنطه وانا نايم. تاخذنيش يا صاحبي على راي المثل، الشنطة اللي يجيلك منها الريح خدها في حضنك واستريح. سيبنا نام بقى. صباح الفل يا رجالة. يا ليلة سود. ايه مش هنروح بقى معادنا ولا ايه؟ معاد بقى بالليل يا سيدي. ايه بالليل؟ بقى ما قلتوليش ليه؟ ما انا كده كنت هقول لك انا لما اصحى. لما تصحى انت. ونمشي ورا العيال. خد بالك انت نمشي انا قال ايه؟ اديله. شفتوا يا جماعه ايه اللي هيحصل يوم 25 يناير اللي جاي؟ ظاهره كبيره جدا هتقلب البلد. بعض النشطاء السياسيين على الفيسبوك عاملين جروبات كتير قوي بيتكلموا في الموضوع ده. واشمعنى يعني اليوم ده تحديدا؟ ما ايام السنه كتير. طبعا لانه يوم 25 ده عيد الشرطه. قلتيلي كده بقى الرساله وضحت. بالظبط كده. المهم كلنا لازم ننزل،
التغيير مش هيحصل غير مننا احنا، لما كلنا ننزل التغيير هيحصل في الشارع ومن الشارع. يعني هي مظاهرة هي اللي هتعمل التغيير؟ يا سيدي مشوار الالف ميل بيبدأ بخطوة، اهم حاجة كلنا ننزل. الراجل ده انا شفته قبل كده ولا بيتهيألي ولا ايه بالظبط؟ هو يا مش عارفه. ده اهم واحد بيشتغل في الاسمنت في مصر، ده غير انه من اكبر رجال الاعمال اللي في البلد. ماشي. معقول ده يبقى اكبر تاجر مخدرات في البلد؟ ازاي يعني؟ حاميه حراميه يا ولد ابوه. باشا هو الخبير قال لي معاليك ان ده تمام؟ ايوه وقدرناها بمبلغ كويس، والرجاله جايبين الفلوس وجايين دلوقتي، تحب حضرتك تحاسبهم؟ يا باشا يا باشا ما توقعنيش في الغلط يا باشا، انا عارف دور معاليك برضه. الفلوس اتقسمت على 5 شنط، كل واحد فيكم شنطه. مش يعرف عنها اي حاجة لا من قريب ولا من بعيد. طبعا انتوا دلوقتي شفتوني وعرفتوني، وانا كمان عارفكم كويس، يعني بقيتوا رجالتي في طوعي وتحت امري وتنفذوا اوامري. اي حد هيفكر كده ولا كده هو عارف ممكن يحصل له ايه. الفلوس قدامكم، تفتحوا الشنط وتشوفوها، بس يا ريت تخبوها في مكان امين.
فين التقرير بتاع قضية سرقة صاحب الكباريه؟ ده مسيادتك يا فندم. هي دي؟ أيوة. تمام. وصلت لإيه؟ الحقيقة يا فندم ما وصلناش لأي حاجة لحد دلوقتي. فترة المراقبة انتهت. في نفس الوقت ما وصلناش لأي دليل أو أي خيط يضلنا ضدهم يا فندم. في نفس الوقت أنا قابلت واحد فيهم وجهت له رسالة تحذيرية. معلش بس بطني وجعاني عندي تلبك معوي عشان لسه ضارب سندوتش كبده قبل ما اجي. هجيب لك نعناع. اللي تشوف سيادتك. ايوه يا ابني هات لي نعناع. سكر تقيل. سكر تقيل. ايه في ايه؟ من ساعه ما جيت معايا وقلنا ان احنا رايحين الاسم وانت مش على بعضك. ايه ما دخلتش اسم قبل كده خالد ولا ايه؟ وبعدين عامل لي سبعه رجاله في بعض في النادي مش فاهمك. بالعكس انا بحب الاجسام جدا بس كل الحكايه اللي ما بحبش الاماكن الحكوميه المقفوله. يعني انت خلص مصلحتك ونطير نروح نقعد على كافي شوب بنهنكر. اي حاجه انت شايفها سيادتك. حاضر يا خالد. مسافه ما تشرب المشروب بتاعك. طب ليه تعمل كده؟ ليه تكشف نفسك ليهم؟ يا فندم من الواضح ان العيال دي عارفين كويس جدا ان هم تحت المراقبه. وانا حبيت اوجه لهم رساله تحذيريه وفي نفس الوقت فتحت سكه للتحقيق معاهم يا فندم. التحقيق بتهم ايه؟ طالما انتهت فترة المراقبة من غير ما توصل لأي دليل يبقى يحفظ التحقيق في هذه القضية. بس أنا من رأيي يا فندم إن احنا لازم نستمر. شريف اسمعني كويس، احنا عندنا قضايا مهمة هركز فيها أحسن. اتفضل. تحت أمرك يا فندم. يا جماعة مش كفاية إن احنا نستخدم الفيسبوك بس عشان نكتب فيه أوجاعنا والحاجات اللي مضايقانا وخلاص، ولا نقعد نشتكي ونقول ده مضايقنا وده مضايقنا من غير حتى ما نحاول نغيره. يوم 25 يناير لازم كلنا ننزل، جات الفرصة عشان نطالب بالتغيير. ايه الكلام الوردي اللي بتقول ده؟ انت فاكرة ان في حاجة اصلا هتتغير؟ يا اخي ما نحاول يا اخي. يا عم هتشوف. جات الفرصة عشان نطالب بالتغيير وكلنا نقول كلمتنا. فرصة ايه بس؟ دي مظاهرة زي اي مظاهرة. لا يا جماعة ما اظنش. انا احساسي بيقول ان في شيء خطير هيحصل في البلد، بس ربنا يعدي اليوم ده على خير. على كده بقى لازم نستعد لليوم ده من النهاردة. مش لازم نستعد لأي استعداد عادي، لا لازم نحاول نقنع أكبر عدد ممكن ينزل معانا المظاهرات دي. أنا كنت عايزك يعني في موضوع كل ما أجي أتكلم معاك فيه قلبي بيترعش وما بقدرش أنطق. إيه هو؟ ما تقول. خايف يعني لا تكسفيني؟ لا 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 مش هكسفك. قول قول. أقول بجد؟ أيوه قول بجد بقى. كنت عايزك تتوسطي لي عند سامي يعني عشان توافق إنها تتجوزني. بس ده ما أنت عندك دم أنت؟ لا بس عندي شك. البنت كرفتك بدل المره مليون وانت مفيش فايده برضه عايز ترتبط بيها، ما عندكش اي دم. وعايزني ايه؟ انا اللي اتوسط لك يا لوح. يا بنت ما عنديش اخ كبير. اخ كبير؟ اخ كبير؟ هو انا ايه؟ مفيش؟ انت ابيض؟ مش شايف خالص يعني؟ ما انا ابني بنت زي كل البنات. قال اخ قال. انسى بنت ارجل مني. صح معاك حق انا ارجل منك. والمفروض بقى اوريك المرجله اللي على حق. امشي يالا من هنا يالا. مخبوره صح علي ان عمام مدعي علينا يتجوزك. فيش والله لو عملت اللي. شكرا. افي افي. ماشي يا عم الجنزير راجل هنا. كتير اهو. عشان بقاش ليكي حجه بقى. اقول لك ما تروحيش الكباري تاني انت بتسمعي الكلام. وانا اروح ليه طالما في فلوس؟ بس انا بزهق من قعده البيت. خلاص يا حبيبتي تعالي نخرج. تعالي نروح ديسكو نروح كباري. لا بلاش موضوع الكباري ده. نروح بابا. يا اخويا الليل مقدور عليه. انا بزهق من النهار. النهار اللي انا ما اعرفوش لما بتسيبني وتروح الجامعه. طب عايزين اعمل لك ايه يعني؟ خدني معاك. اخدك معايا فين؟ في الجامعه. تاني؟ مش كفايه كنت تفضحينا المره اللي فاتت؟ ليه يا اخويا؟ جربه ولا جربه؟
ده انت تتشرف بيا في ايها مطرح. خلاص يا ستي هاخدك معايا، بس بلاش موضوع اكتسادي وعلوم سياسيه اللي انت بتقوليها دي. لو زنت معاكي قوي بقولي اداب. لا اداب لا، نمشيها الدب. انا قلت لهيفا لا يمكن واحده في مصر كلها تاخد مكانك يا هيفا الا العسل بتاع ياسمين الحلوه. يخرب بيت عقلك، انت قلت لها كده؟ دي زمانها ولعت. اوف كورس قلت لها طبعا الكلام ده، لدرجه انا حسيت ان وشها ده جاب كل الالوان، وحسيت كمان ان الدخان طالع من ودانها زي افلام الكرتون. يخرب بيت عقلك، ده انت طلعت راجل مسخره. ويا ترى الحفله دي فين؟ في نادي الجزيره ان شاء الله. مين معانا؟ هو الحقيقه لسه ما استقرناش على الاسماء، بس معانا ان شاء الله مصطفى قمر، فرقه واما، وبنتين صغيرين كده عسل زي العسل الصغنن اللي قاعد معايا ده. يعني هتبقى حفله جامده موت على فكره وسخنه قوي. طبعا معقوله انا هجيبك في حاجه واقعه يا حبيبتي؟ يا ايه؟ حبيبتي حبيبتك؟ اه انا اخش حمام. بقول لك ايه؟ ما تنساش تسلم لنا على مدير مصلحة المجاري. مرسي يا حبيب قلبي. الله يخليك يا جميل. يخرب بيت عقلك يا ناصر، انت بجد طلعت مسخره. طب ايه رايك بقى؟ انا هقول لك نكته احسن من الاول بس ابيحه شويه. طيب نتكلم في الشغل يا غالي؟ قوي قوي يا اخويا، نتكلم في الشغل. تدفعوا كام في الحفله دي؟ اللي تؤمر بيه النجمه الصغيره بتاعتي. حبيبي النجمه الصغيره عايزه 200,000 جنيه في الحفله. نعم ده مبلغ كبير بصراحه، انا ما اقدرش ادفعه. هو ده اللي عندنا يا برنس. بيبي بي كول، الامور ما بتتاخدش بالشكل ده. كول ايه وبيبي؟ احنا متفقين على الكتاكيت، يعني المفروض الباشا يجي يبرز وينجز. ايوه بس الكلام ما بيبقاش بالشكل ده. والله هو ده اللي عندنا، واذا كان عاجبك. ولو مش عاجبني فعلا مش ممكن نتفاوض؟ يبقى ما يلزمكش يا غالي. يلا يلا بينا. جرايه يا ياسمينة، ولا جايلك هنا عشان تهزقيني يعني ولا ايه؟ انا اسفه هكلمك. اسفه على ايه؟ يلا في ايه؟ يلا بينا بقول لك. يلا ايدي. سلام يا بكابورت المجاري. مع السلامه يا خفه. طيب طيب مساء الفل يا زينه. مساء الخير يا اخويا. ده الطلاق فين؟ اهو قاعد جوه. تعالى
الله جرى يا عم طلعت. انت تفضل قاعد كده على الكنبه وحاطط الطبق قدامك فيه يا عم؟ احنا ما بنروحش شغل ولا مشغله ولا ايه؟ عايزين نوضح حته البضاعه اللي عندك ونخلص منها، ولا انت عجبتك قعده البيت؟ الايد البطله نكسر. حيلك حيلك حيلك، داخل سخن كده ليه؟ وبعدين اسمها الحته الصغيره اللي عندك، وانا يابا مش شغال مش هبيعهالك لاني مش فاضي اصلا. انت بقى صرفها. الله 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 الله، وصلت لصرفها ومش فاضي؟ وراك ايه يا حبيبي؟ ورايا العسل، ورايا قلب القلب، هاخد زينة القلوب واطلع على شرم الشيخ. وحياة النبي بجد يا وعهد الله يا زينة يا حبيبي. انت بس حضري لي نفسك كده وكل لبس شرم الشيخ اللي انا جبتهولي تاخديه لنا معانا. الهي يا رب ربنا يخليك ليا يا طلعتي يا حبيبي. يا شرم الشيخ بقت كده، كل من هب ودب يروح شرم الشيخ، سبحان مغير الاحوال. والمصاريف دي بقى فالح هتجيبها منين؟ هب ودب. اه انت كده بقى يا عموم ما تعرفش مين طلعت. انا لافف سيجاره بني، حاسس ان دماغي بتاكلني. لو قايش قولي يا حبيبتي. حبيبي متوافق على موضوع الغنى ده تاني يا سوسو؟ اهي سبوبه ومصلحه الواحد يقلب فيها عيشه. احنا كلمنا في الموضوع ده وقفلناه، وانا ما عنديش استعداد افتحه تاني، فاهمه؟ انت ليه كبت معنوياتي ومحطم طموحاتي كده؟ يعني هما اللي بيغنوا احلى مني. بقولك يا بيت، تخنيش اقولك كلمه قبيحه بقى. ما تقولي يا اخويا وانا هتكسف. ما تعيشليش في الدور وتعملي لي فيها ام كلثوم. وبعدين انا سامع صوتك وانت بتغني في الحمام بذمتك انت. ده الصوت، ده الصوت سمي كده. امي امي. الو. ايه يا مامي؟ ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كويس. لا بس مش فاضي دلوقتي. طب خلاص خلص شويه حاجات واجيلك. ماشي يا ماما. اوكي باي باي. اهلا اهلا يا سياده اللواء. اخبار ما عليك ايه؟ وحشني كتير والله. سيادتك عارف بقى الشغل والحزب والبرلمان. لا 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 اكيد قريب. أنا بس قلت أكلم سعادتك عشان جاتلي معلومات إن في شحنة مخدرات هتخش البلد، وقلت أبلغ سعادتك شخصياً عشان تتخذ إجراءات فورية وسريعة. اهدي بس يا حبيبتي، بس هظبط الأمور وأجيلك. أسلم الحاجة اللي في إيديا دي وهبقى زي الفل، ما تقلقيش. خلاص بقى اهدي. الله فين دلوقتي؟ واقف كده ليه؟ يا باشا في إيه؟ فتش الموتوسيكل. يا باشا أنا عملت إيه يا الله؟ اديني بتاعتك يالا. حاضر يا باشا حاضر. يلا بسرعة. راحة شوية يا باشا. حاضر. ايه؟ ايه يا باشا؟ ايه يا باشا في ايه؟ الله ايه اللي حصل؟ طبعا انتوا مستغربين انا جمعتكم ليه النهاردة. انتوا بشغلكم معايا ده هتتنغنغوا. الملف ده فيه صور ومعلومات وخريطة لمتحف صغير قوي في الجيزة. المتحف ده مش مهم خالص، انما فيه لوحة تقدر بملايين وموجودة في متحف حقير معلوش أي حراسة. أيوة بس الحوار ده يخصنا فيها غالي. أنا بقى عايزكم تجيبوا لي اللوحة دي. إيه؟ عايزنا نسرق يعني؟ ومش أي سرقة، ده عايزنا نسرق متحف، يعني عايزنا نسرق الحكومة. الكلام ده على جثة إنه يحصل. وأنا بقول هيحصل يعني هيحصل. وإحنا مش بهايم بتلف في ثانية. يا ابني انت يا ابني ما ينفعش تتكلم بالطريقه دي هنا. معلش يا باشا اللي ما يعرفك يجهلك وده يتسقف لي لسه جاي من الصعيد. ايه يا عم طلعت اللي انت بتقوله ده؟ احنا ما حدش بيدينا اوامر اصلا. وبعدين يكون في علمك احنا مش حراميه زي ما انت فاكر، احنا طلبه محترمين وولاد ناس، وولاد ناس قوي كمان. انتوا عارفين انتوا هتكسبوا كام من العمليه دي؟ مليون جنيه. والله لو هناخد كنوز الدنيا ليه يمكن نسرق اثار بلدنا؟ بص يا كبير، احنا محدش يقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه، مش كده ولا ايه؟ صح. وضع انكم نسيتوا نفسكم. على العموم انتوا لازم تعرفوا انتوا بتتكلموا مع مين وبتقولوا ايه. ولا ايه يا طلعت؟ طبعا يا باشا. طبعا طبعا يا باشا. يلا بينا يا شباب، ملناش مكان هنا. يا جدعان
يا جدعان انت سامعين بيقول كام؟ ده بيقول مليون جنيه. انا قلت ملناش مكان هنا. يا الواد وسع. خالد انت عارف. معلش يا باشا حقك عليا يا باشا، هيكون عندك رد قريب جدا معاك. رايحين على فين؟ بص يا طلعت احنا مش هنسرق، مش هنسرق يا ابني. ده عايزنا نسرق الحكومه. عارف يعني ايه نسرق الحكومه؟ يعني هنتحبس وش. يا غبي يا غبي، انت ما شفتش شكل الراجل عامل ازاي؟ ده هو ده الحكومه يا جماعه. احنا لما فكرنا نسرق كنا بنسرق الاغنياء عشان ندوا الفقراء، كنا بننتجهم من اللي سرقونا وسرقوا مال البلد. اه حلو قوي يا حبيبي اللغه دي. بص بقى، انا اللي اعرفه ان اللي يمشي في الحرام ما ينقيش، وبعدين دي لوحه يا جماعه. بص يا ابني، اللوحة دي مال عام بتاعت البلد، واحنا الشعب، يعني كده احنا بنسرق نفسينا، احنا بنسرق البلد، مش كده ولا ايه؟ بلد بلد ايه يا ابو بلد؟ وهي كانت عملت لنا ايه البلد؟ يا جماعة كل واحد مننا عارف مصلحته كويس، وانتوا عارفين اننا محتاجين فلوس دلوقتي حالا. دي لوحة. انسى يا طلعت، انا ماليش في العملية دي عشان تبقى فاهم. وبعدين الراجل ده انا اصلا مش قابله، بيتعامل معانا يا اخي كاننا عبيد عنده، كاننا موظفين عنده، كاننا حد من رجالته. يا عم ده راجل مخبول يا عم. استني شفتي ايه ده يا جماعه؟ والله العظيم انا بعمل كده عشان احنا الخمسه. يا جدعان انتوا ما تعرفوش لو ما سرقناش اللوحه دي ممكن الراجل ده يعمل فينا ايه؟ وبعدين نسرقها وبعد كده نتوه نطلع نعمل عمره احنا الخمسه. انا مش لاعب معاكم. شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه؟ خدنا معاك الواد. استني فاهمهم ايوه. الولاد اللي خرجوا من هنا عارف اماكن الفلوس اللي خدوها؟ ايوه. بص احنا راقبناهم لحظه خروجهم من هنا ومحددين الاماكن اللي مخبين فيها الفلوس. انا عايز الفلوس دي ترجع تاني. امرك يا بص. عايز الولاد دول يجوا راكعين علشان يطلبوا يشتغلوا معايا.